اهلا بحضراتكم من جديد. عايز اقول لكم انه مجلس اداره النادي واداره الاعلام في النادي الحقيقه مجلس الاداره وجه الشكر للدكتور مهند مجدي عضو المجلس اللي كلف بالاشراف على انتاج المركز الاعلامي في النادي لفيلم وثائقي يوثق بالصوت والصوره واللحظه والرحله سر التاسعه. جميل. التاسعه الغاليه قوي عند الاهلاويه اللي الحمد لله اسعدت كل الملايين من جماهير الاهلي. اداره الاعلام في النادي وثقت هذه الرحله الكامله في فيلم وثائقي رائع جدا، بكره هيعرض على قناه الاهلي على اليوتيوب الساعه 9، يعني بكره 9 تشوفوا سر التاسعه. فمجلس الاداره وجه الشكر للدكتور مهند مجدي ولاداره الاعلام برئاسه الزميل العزيز جمال جبر، فريق العمل متكامل معاه لانه سافروا كل الرحلات بتاعه الفريق من اول دور لغايه اللحظه الاخيره لغايه لطشه قفشه التاريخيه. فكل ده هتلاقوه ان شاء الله في فيلم وثائقي مؤكد هيكون مشوق ومؤكد هيكون اضافه. نتمنى النادي الاهلي هو التاريخ هيتوثق بالطريقه دي. بالظبط. هو ده الاهلي وهي دي فرحته وهي دي جماهيره الحقيقه اللي تستاهل وتستحق دايما وابدا ان الكل يتفاعل معاها بهذه الافراح الكبيره.